المغرب كله غيلبس مع هاد ليكيداسيون ديال الزروالي اليوم. يلا شوفوا تبارك الله ما يمكنش كيطلع ما شاء الله الابيض. شوفوا الابتكارات والجديد اللي غنكتشفوا. الدرهم اليوم السولد النص بالنص، هذا النص بالنص البنات. هاد القفطان حتى هو في السولد، ما يمكنش. الصدمه الكبيره هي في التكشيطه ديال 1200 درهم وبلاطخين. عرفتوا شحال غتاخذوها اليوم؟ ما يمكنش ثمن الكره باش غادي تاخذوها ان شاء الله. شوفوا لي البنات حتى هي فيها السولد وجل البنات، حتى هو كيجا ما شاء الله طريزات في الافتتاحات في الجنه. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلا شك عرفتوني اليوم انا فين جيت. اليوم جينا عند قفطان الزروالي من بين اكبر محلات موزعي القفطان والتكشيطه وكذلك حتى الجلابه. اليوم ليكيداسيون توتال في المحل كامل، اليوم كاين غير السولد. بياس اليوم ان شاء الله اللي غادي نوريو لكم، غندير لكم فيديو خاص للسولد كما وعدناكم في الفيديو اللي فات، والسلعه جديده ان شاء الله انتظرونا الاسبوع المقبل ندير لكم السلعه جديده. دابا ليكيداسيون في القفطان في الجلابه وحتى في التكشيطه. بالنسبه للمحل كاينين فروع هنايا في كازا، الفرع الاول البنات اللي كنصور لكم انا دابا كاين هنايا في القيصريه الحميديه اونفاس مع مدرسه انقره. الفرع الثاني راه حتى هو هنا في درب السلطان في طلعات الملكيه، وكاين حتى في القيصريه الحميدية المدخل رقم 8 رقم 199. المحل الثالث اللي هنا في الحميدية شحال؟ 225. اللي بغات تطلع لنا للديبو مرحبا، اللي بغات تهبط المحلات لتحت مرحبا، اللي بغات تمشي للمحل ديال طلعات الملكية كيديروا التوصيل ان شاء الله خارج المغرب وداخل المغرب واكيد بالجملة وبالتقسيط. يلا نبداو على بركة الله كيف العادة. اللهم صلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا عندي وحنا باركنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركة الله. غنعاود نقول لكم اليوم حلقة خاصة غير بالصولد. سي الزروالي كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير؟ امورك مزيان؟ سمير لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك ليا، انت هو النوار ديال الفيديو ديالنا، انت هو المشاغب ديال الفيديو ديالنا. كلشي مزيان؟ كلشي على خير؟ باذن الله الفيديو غيكون مليء بالمفاجآت ان شاء الله. ان شاء الله الله يسخر، الله يسخر ويجيب التيسير. جبنا لكم الهوسه خيط بروميير جوا حاجه ليكس والثمن خيالي، وحيت حنا وعدناهم قلنا لهم الفيديو الماجي غيكون السولد، والفيديو ان شاء الله الماجي غندوزو فيه الجديد. الجديد الجديد راه كاين ولكن ما غنخلطوش لكم مع السولد باش كلشي يستافد. وغادي نبداو باول هميزه هو القفطان اللي لابسه خاول. زوب اول سولد البنات هو هذا القفطان هذا اللي بالطرز وبالتنبات وبالثوب ديال الكريبه البنات ديال كوريا، اللي كان ب 400 درهم اليوم 250. اليوم 250 عطاني الكميمات. ها انتم البنات هذا بالطرزه ثوب الكريب ديال كوريا، شوفوا كيفاش مخدوم بالعين وعقده. الفصاله ديالو دائما كلوش، كيمشي بالحزام ديالو هذاك ياك. كيمشي بالحزامه ديالو. حاجه ليكس اختي لطيفه وثمن خيال 250 درهم. غنبداو باول هميزه الله يسخر. نشوفوا 400 درهم باش كنا كنبيعوا 150 درنا له 250 250 درهم. نشوفوا الالوان عندنا هذاك اللولي لابسه خوله اللي هو غادي بحال الصفر خضر. ها انتم فيه الكاشيري هذا واخا سولد فيه العدد موديل جديد. ما فيش بزاف. ها انتم اللوينات اللي فيه، فيه داك اللون درايبي، فيه الغوز، فيه الاخضر، الموف هذا. شوفوا هذا الموف هذا كي جا حتى هو، ها هو اييه. لا لا الكريب زوين ديالو هذاك اللي لابسه خاوله. كريب فيه الغوز، فيه 80 حبه هي اللي فيه 80 حبه الخير والبركه 250. اللي بغى فيه حتى الجمله هذا حتى الجمله 250 اللي بغاه الجمله مرحبا، اللي بغاه الجمله مرحبا. كلشي ثمن واحد، ثمن جمله ثمن تقسيط، لان هادشي ما بقاش فيه بزاف. هذا حتى هو 250 درهم. 250 درهم هذا ديال المرمى والتنبات، حيت كانت غتكون معنا اكرام ولكن للاسف ما جاتش، كنا غنلبسوا جوج موديلات. دابا راه وقت السفر. ها انتم البنات شوفوا هذا كيفاش مخدوم بالكاترفيل وبالتنبات حتى هو 250. هذا حتى هو البنات 250 درهم ما شاء الله. القفاطن كاملين البنات اللي كانوا ب 300، اللي كانوا 250، اللي كانوا ب 400، كلشي 250 درهم. ها انتم شوفوا هذا البنات اللي مطرز حتى هو 250 عوض 350 400 درهم. شوفوا البنات شوفوا هذا حتى هو بليست خاص
وبالتنبات شوفوا هذا، شوفوا هذا الفيغ الكتريك حتى هو 250 درهم فقط اختلاف. دابا 80 بياسه مخلطه بين الموديل اللي لابسه خوله بين الموديل اللي كاطر فيه الطرز. اي شوفوا هذا وغتلقاو مقاسات مخلطين. انتم البنات عقلتوا على هذا شحال كان اللون في اللون اللي كان 480 دابا 250 درهم. ها انتم البنات الهوته شوفوا لي هذا واعر ب 250 هذا خطير هذا هكا تجيو انتم واختاروا. يعني ماشي اللي لابسه خوله ولا غتجي انت غتقلبي وتشوفي السلعه مخلطه. شوفوا هذا كيف مدوبل دير بحال لبسه هذا. شوفوا شوفوا البنات هذه حتى هي 250 هذا قفطان على ستيل صايه والطرزه حتى في الظهر. شوفوا لي البنات هذا ب 250 دابا هذا لقاو فيه بياسه جوج كل موديل كتلقى فيه بياسه جوج ثلاثه. هذا ليكيداسيون بالنسبه لهذا اختي لطيفه فيه اللون هذا فيه واحد 50 حبه ولا 60 الله يسخر. كاين هذه كامل المهم كاين حتى كتلقاو حتى جوهره هكا وتا هي شنو كتسمى هذه السفيفه المرمه ولا السفيفه. ها انتم هذه هي البدايه البنات وخليوكم معنا باقي الهوتات. الفيديو هذا خاص بالبروموسيون آه شوفوا لي ما شاء الله الله يسخر وجبتي لا الثمن ولا الثوب ولا كل شيء جوده ولا كل شيء. البنات هذا القفطان حتى هو في السولد ما يمكنش الثمن اللي غادي تاخذوا به هذا القفطان نشرحوا لكم بعدا. ما شاء الله قفطان خطير البنات شوفوا لي كيفاش مخدوم مخدوم هنا مخدوم هنا بواحد الطرزه كيف ما كتشوفوا وديك الطرزه عامره بالتنبات. ها نتوما فهمتوني كيفاش كيجي هنايا هكا هاد الكاروات هادو كيجي هابط حتى لتحت. هذا البنات اللي تباع ب 405 شحال قلنا 450 550 باش تباع دابا غيبقى لكم ب 400 درهم البنات. قفطان خطير بالثوب ديال الكريب اييه الكميمات الكميمات هكا عراضين كيف ما كتشوفوا كيفاش مخدومين. ها نتوما وكتجي الافتتاح القدام وكلوش شي حاجه ما دايرهاش اختي لطيفه حاجه الطوب الطوب في مستوى اختي لطيفه اوكي في الصاله ديالو ولا في لاكوب كيف خدو صور بروميير شو قفطان ديال 600 درهم 550 اليوم عاد قفطان زروالي 400 درهم 400 درهم اختي لطيفه الحزام ديالو عندنا فيه الالوان كاملين عندنا فيه الليطاي كاملين من الاس حتى هو اكس والكميه كميه كاينه اختي لطيفه الله يسخر شوفوا البنات واعر هذا الموديل هذا غزال عجبني سامبل وفي نفس الوقت غزال زوين. شوفوا البلوغ هو هذا هذا داخلين فيه الخراط. دابا كل واحد شنو يعجبو كاين اللي يعجبو بالخراط كاين اللي يعجبو بلا خراط كل واحد يجي يقول لنا دابا المتابعين انا قلت لهم بلا خراط دابا غندير انا وياك تحدي. سمير قالت لي هذاك ما فيهش الخراط ما عجبنيش قلت له انا اللي بلا خراط عجبني. كيبينوا القفطان عامر كيبينوا عامر سامبل انا عجبني السامبل. شوفوا هذا حتى هو راه فيه طريزه وهاد الطريزه هذه كيف ما كتشوفوا راها عامره بالتنبات حتى هي. ها انتم ها هو شوفوا كيف جا في هذاك اللون شوفوا الاحمر ها انتم ها الاحمر ها الابيض هذا الفوشيا هذا الاورانج الفوشيا ديالو غزال حتى هو هذاك زيده فيه الطريزه حتى في الكمام الفوق اللي ما دايرهش في ليمونش دايره هنا في الكمام حيت هذيك في صاله الكمام عراض وهذه في صاله الكمام عاديين اييه بغيت هذيك فقط اختي لطيفه ماشي كريب كريب عادي دوس وان بروميا شو حاجه 400 درهم فقط عند قفطان زروالي وعندنا فيه العدد والكونسيسي كاين فيه كميه شوفوا البيض فيه هذاك الاورانج اييه فيه ذاك الابيض فيه هذا فيه الشيبي فيه الاحمر هاد التلوينه ديالو ما شاء الله كي جات شوف والثمن ديالو 400 درهم شوفوا هاد السيال هذا حتى هو كي جا راه كاينين مخدوم هكاك ماشي سمعوا الثمن يسحب لهم لا لا البنات زوين غير هو كاين موديل راه كاين جوج موديلات هذا اللي بالخرطه والكميمات والظهر مطروزين دوروا لي سي زروالي ها انتم الكميمات والظهر اللي لابسه خوله كميمات اللي فيهم الطرزه عراضين شفتوا ها هو ما شاء الله المقاسات دائما من ال ثلاث خوا اكس ال ونشوفوا ميزه اخرى ان شاء الله. الله يسخر الله يسخر هي البنات القفطان اللي كان 800 درهم و 700 درهم اليوم سولد نص بالنص هذا النص بالنص اليوم سولد هذا هذا كيبادل التكشيطه اللي ما كتلبش التكشيطه بغات القفطان هذا كيبادل التكشيطه تجي التكشيطه ثقيله تلبس قفطان خفيف اييه وغادي نقول لكم الثمن البنات عاد نشرح لكم 400 درهم مخدوم كما كتشوفوا بالكاترفيل وهنايا اييه بالصاري هذا هذا بالصم الصاري ومنبت هكا وهابطه الخدمه حتى لتحت عمرها كانت اختي لطيفه قفطان ديال الصاري 400 درهم 400 درهم قفطان الصاري غالي عند التعريف اليوم كما عودناكم قفطان وطريزه في الدار كذلك
سواء بروميو سواء بالكاتفيل والتنباس كله باليد وعامر ما كنشطروش في الخياطه وما كنشطروش في التنباس في الرشبه تاع الطب. شوف معايا اختي لطيفه قطان انا تنبعد باش يشوفوا اللمعه ديال الحجر. صراحه اختي لطيفه ديال 600 درهم صراحه ولكن الزبناء ديالنا يستاهلوا كل خير. بالنسبه لهذا الموديل البنات راه ما فيش غير الزواقه اللي لابسه خوله فيه بزاف الزواقات. عشرة الزواقات وتقريبا كاينه 120 حبه مخلطه. ها هي شوفوا لي هذا هذا كي داير واعر. شوفوا هذا الثبات اللي فيه كيفاش داير. ولكن اليوم عند قطان زروالي 400 درهم. شوفوا هذا هو واعر واعر عشان البنات هذا راه ما يمكنش بهذا الثمن اليوم. شوفوا كي داير واعر. شوفوا داك الاخضر هذا اللي كان هاز الزعر ها هو اللون اخر فيه هذا راه بلا طخين. هذاك الاخضر سمير الاخضر سمير الاخضر 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 الاجتهاز بلا طخين. شوفوا هذا تقريبا بحال اللي لابسه خوله حتى هو فيه فلاطخين دور ها. شوفوا البنات 400 درهم 8000 ريال نص بالنص سولد. شوفوا شوفوا هذا بحال اللي كانت لابسه خوله الاول وهو بالكول اوفيسيل. شوفوا هذا شوفوا جيو وعزلوا روسكم وشوفوا شوف هذا حتى الجمله اللي بغاتها ما جبلتها ما تخسرش. ثمن واحد في هذا الازرق في هذاك في هذا سول كل شيء جاليكس طوب القرقع صراحه ما شاء الله ماشي دير 400 درهم ولكن حتى داك الاخضر ما تفتحش هذا كيف اللوينات كلهم تفتحوا. شوفوا الاورانج شوفوا هذا الاخضر هذا المقاسات من ال حتى 3 اكس ال هذا كله العدد المغرب كله غيلبس مع هاد ليكيداسيون ديال الزروالي اليوم. يلا شوفوا تبارك الله القفاطه اليوم ببلاش يلا من 700 500 درهم 400 درهم هادو البنات كنا كندوزوهم شتوهم 550 درهم 400 درهم 400 درهم اختي هادي شحال منقوصه فيهم. شوف هذا ليكيداسيون توتال في المحل. شوفوا تبارك الله يطلع نشوفوا موديل اخر من بزاف الموديلات اللي صور. هادشي اللي حطينا لكم كامل اللي في السطور كلوش كلوش غزال ما فيش هذا لا تخلي لابسه خاوله دوري لا ما فيش عنده الظهر عنده طرزه في الظهر هذا عنده طرزه في الظهر وكاين اللي عنده فلاتخين بصح واللون كاين كاع اللون كاينين الله يسخر في الموديلات وباقين في الهميزات. شوفوا لي البنات هذا الموديل هذا حتى هو من الموديلات اللي تباعوا ب 600 درهم هذا راه بثوب المسلك الكريب المسلك وتا هو كله مخدوم بالكاترفيل وبالتنبات. لبسنا لكم اللون المفتوح باش الناس اللي كيعشقوا الالوان المفتوحه حتى هما نعطيوهم حقهم. شوفوا لي البنات هنا كيفاش كتجي هكذا لطيف هذا اللون في اللون كريب بروميان فهمتي كريب غري والطرزه في الظهر الطرزه في الظهر خاوله شعرك كاين فيه حتى هو 12 زواقه اللي كاين مخلطين حتى هما بروموسيون مخلطين طرز الزواقات هذا كنا كنبيعوه ب 600 درهم 550 دابا درنا 400 درهم 400 درهم شي حاجه الله يسخر ويجيب في تيسير في الافيطو ما تبقاش تقطع مع هذا 400 درهم كاع افيطو بالنسبه للخضر شوف الالوان شوفي معايا اختي وكاين اللي في السامبل وكاين اللي في المسلك كلشي شوفوا هذا حتى هو كيطلع مزيان عرفتي اليوم القفاط انا البنات اليوم عند قطان زروالي شوفوا هذا الكتاف 400 درهم اختي لطيفه ودائما زواقات مخلطين هذاك هذاك اللي هذا صورنا غير مؤخرا ودرنا ليه تقريبا 550 جمله ها هو البنات دابا 400 درهم 400 درهم شوف شوفوا هذا كاينه مخلطه. شوفوا هذا حتى هو على هذاك باش يشوفوا شوفوا هذا البنات حتى هو 400 درهم برا عليا المتسفيه ديالنا انتم هادو عقلتوا عليهم هذا هو كاين هذا
داك بحال الا بصا خاوله عاوتاني فرش ماء اخرى. هذا بحال الا بصا خاوله فرش ماء اخرى. خيالي ها انا اختلطيها. شوف موديل السي موديل اختلطيها. الفيشيا حاضره بقوه لعشاق الفيشيا. شوفوا هذا سامبل. عطيني المتابعين اللي بصاحبي لطيف. هذه ديال الدميعه عقلتوا على الدميعه. انا كنبيعو 700 درهم. عقلتوا على الدميعه. درنا له 700 درهم اختلاطيها. ها هي دابا ب 400 درهم والكميمات هادو كتجي روميين هكا. شوفوا هادو الكميمات كيفاش كيجيو كيجيو هكا روميين. شوفوا هنا اللوينات يعني سلعه مخلطه اللون في اللون. وموضين السي الموضي اختلاطيها. شوفي ليمون تبارك الله. عرفتي لطيفه شحال قد تشوف هاد الخيرات هادو في هاد الموديلات وفي هاد الهميزات ما شاء الله. هادي ديال الجميعه راه فيها الالوان فيها داك الشيء فيها الاورانج موديل خاص ديال البروموسيون. هذا بال هذا الكميمات كلهم بالثليجه. اي ثليجه هذه حتى هي هذا تبارك الله ما شاء الله. المهم اختي لطيفه هادشي انا حير 400 درهم. يجوا المحال ويعزلوا ويستافدوا كيبغاو كاين موجود. واخا يدخلوا الافيطو ما يلقاوش هاد الثمن. قال لكم سمير حتى الافيطو ما تلقاوش هاد الثمن. هاد هنا افيطو كندخلوا على الطوموبيلات والديور صح. تخرج على القفاطل القفاطل كيدخل على العثمانيات. هذا بحال اللي حل قبيله موضين السي موضين أيه. ما شاء الله 400 درهم اختي لطيفه. هاد السلعه اللي حلينا كامله 400 درهم. الله يسخر المتابعين يجوا المحل ويعزلوا داكشي اللي بغاو ب 400 درهم. اللي عجبتهم يهزوها مرحبا. فيديو الطوب اختي لطيفه ولا ماشي طوب؟ طوب. او بلا سمير فيه سمير يكون ماشي طوب. طوب طوب. هاد القفطان البنات حتى هو في السولد ما شاء الله. قفطان خطير حتى هو باللون ديالو بالخدمه ديالو. الكاموني في النواغ طلع واعر. شوفوا ما شاء الله عرفتوا راه دقيقه صمت في هذا القفطان هذا كلشي ساكت لان فعلا روعه كيف ما كتشوفوا مخدوم بالتاج بداك الحجر. هانتم ما شاء الله اللمعه اللي فيه مع ان التصوير ما عطيش حقه نهائيا. الكويمه حتى هو جات فيهم هذه الطرزه هكا في وكذلك الطريزه في الظهر. شوفوا لي ستيل الفصاله ديالو كيجي كلوش ما شاء الله وكتجي حتى السفيفه هذيك السفيفه من التحت دايره العماره دايره من التحت والخرطات ما شاء الله عرفتوا. والتصوير انا كنشوف التصوير ما عطيش حقه ما كيبانش كيف ما كيبان في الواقع. كمل سي سمير اللي كيجي يزورونا في المحل كيشوفوا كيشوفوا الكواليتي ديال الخدمه كي دايره. حاجه سبيسيال اختي لطيفه. قفطان ديال 500 درهم هذا الموديل اختي لطيفه فيه كاع اللوان وفيه الموديلات وفيه الرقامي كيحتاجو اختي لطيفه. على اختي لطيفه بالنسبه للجبلات ديالنا مرحبا بكم. الف مرحبا. هادو كلهم مخدومين بالنوار. شوف سي لطيفه هادو اللي نسيت منهم. شوف هادو ديالو كي داير. لا لا زوين. بلوغوا ديالو. شوف هاد الشيء. الغوز. سليطه راه كاينين اختلاطات. سليطه عندهم اكسترا اكريتيف. شوف فيشيا. واو حتى الفوشيا ديالو تاع زوين. زوينه اختلاطات. كامل ما شاء الله. كاين هذا الموديل هذا دابا هذا راه فيه التلوينه ديالو. هذا الموديل بالتلوينه ديالو بلي طاي ديالو ودخلنا معاه دخلنا معاه تخليطه اخرى حتى هما في النوار. حتى هما في النوار غيديروا رشمات اخرين. بلو بيترولي هذا حتى هو طلع واعر. هذاك 32 في 4 32. شوفوا هذاك اللي لابسه خوله هذا عاوتاني في رشمه اخرى. موديل السفير موديل اختلاطيهم وكاينه فيهم كميه والعدد هذا اختلاطيهم هادو فيهم شي 80 حبه. شوف هاد الجرو هذا اختلاطيهم من السفير تقعد غوتي هاكو شي ديالو. شوفي الكريب دونت اختلاطيفه دائما. الثمن اختلاطيفه الثمن 400 درهم اختلاطيفه 400 درهم 400 درهم شوف كيفاش غنحطهم دروالي اختلاطيفه. الله يسخر ويجيب التيشيرت. انا اختلاطيفه. الف مرحبا. هذا اختلاطيفه كامل 400 درهم. هادو زواقات مختلفين الموديل اللي لابسه خاوله فيه اللوان ديالو. هادو زواقات غتلقاوهم في تلوينات مختلفين 400 درهم اختلاطيفه. شتو هادو تا هما ب 400 درهم البنات من ال حتى ل 3 اكس ال وباقي الهميزات غيخليوكم معانا.
هذا الموديل البنات حتى هو كيجا ما شاء الله طريزات في الافتتاحات في الجناب حتى هذا كنا دوزناه اليوم في السولد حتى هو كيجي كله هكا مطروز هذا ستيل رباطي وثاني الكتاف حتى هما مطروزين والافتتاحات ديال الجناب راه مطروزين من الجناب بجوج ها انتوما من القدام اي ماشي مطروزه غير من هنا بوحدها مطروزه بجوج من هنا بجوج طرزات رباطي بلي كولور راه سيرابي هذا والطرز هذا بالالوان اييه كلشي باليد كيجي الفصاله ديالو بالافتتاحات ما شاء الله الفصاله ديالو افتتاحات القدام والعقيدات والكميمات ديالو كيجي ستيلهم كلوش شفتوا حتى هو اليوم 400 درهم باش 400 درهم باش غيبقى لكم انا خصني نعطي فين 500 درهم 550 جمله كيبيعوه ب 400 درهم الله يسخر الجميع ويجيب التيسير كلشي يستافد ملي كتبقى هذا هو ليكيداسيون راه كاين ما شاء الله بزاف ديال لي موديل ومرحبا بكم والف مرحبا كيضيف هاد الوينه الخضر الاحمر البيج داك الغوز الخضر الا فتا خاوله فيه حتى الاحمر الموف والبلوغوا كما كتعرفين حنا الاحمر كيطلع غزال ما شاء الله واو 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 الاحمر ما يمكنش كيطلع ما شاء الله الابيض كذلك ولا البلونكا حتى هو ما يمكنش اه العريصات نيتات شوفوا البلوجين حتى هو ما شاء الله الكاشيري حتى هو التمر على الاورانج كيجا ما شاء الله اللوينات الفلاشي شويه اللي تيبانوا في الصور اما المفتوح راه ما تيعطيش نهائيا شوف هالالوان جات بالكولي حتى هو في حتى هو الفيشيا هذا الطرز بالالوان 400 درهم من ال حتى 3 اكس ال واكيد الجمله ثمن تخصيص اليوم ان شاء الله في ليكيداسيون شوفوا لي هادو كلهم ولكن هنا كاين زواقات اخرى لا نفس الزواقه شوفوا البلوغوا كيجا شوفوا القفطان ديال 600 درهم اليوم عند 400 درهم عند قفطان زروالي ما شاء الله كلشي اختلاف الله يسخر 400 درهم اختلاف شوفوا لي البنات غادي ندوزو حتى للقنيضرات اليوم اليوم البنات القنيضرات بثمن صادم القندوره اللي كنتو كتاخذوا ب 150 درهم اليوم غتاخذوها ب 90 درهم القندوره ب 150 ب 90 درهم اقل من ثمن ديال الجمله البنات شوفوا لي تبارك الله القندوره وافيه بعدا يعني عريضه طول وافيه اوفر سايز وهذه بالثوب مسلك الرقيق اييه هذاك هكا في اللبسه كاين هذاك اللي كيكون عريض هذا كيجي بحال هكا رقيق طريزه طريزه في الكمام هنايا مخدوم هكا صدر طريزه في الصدر اييه عندنا لوفو بزاف في هذه القندوره بالنسبه للقندوره جميع الموديلات القندوره ب 90 درهم هذه الغيار هي كنخدموها فاتورين ديال نحشي لطيفه باش كنطيبوها بحال هذه الصاله هذه كاينه القندوره هي 60 درهم 70 درهم ولكن في الصاله لا علاقه هذه اصلا دوزنا عندكم هنا 150 وكانت نورمالمون كتباع ب 200 180 اليوم 90 درهم اليوم شتي هادي انا نقول لك واحد القضيه تصنت ليا شتي هادي بلا ما تشرحها بزاف هادي باينه كيما خليتيها لوكس كاينه هذيك اللي لابسه خاوله كاينه هاد الزواقه اللي كتكون هكا سبوله دابا كلشي غيبغي بحال الزواقه اللي لابسه خاوله هاد الزواقات كلهم زوينين البنات شوفوا هادي راه تايه فيها في الكميمات كلشي غيبغي بحال ديال خاوله ها انتوما دومي للخدمه ها هي لا فينيس المتابعات عارفين عارفين باينه ما شاء الله كاينه حتى هاد الشكل هذا كاينه حتى ديال الخنجر حتى هي 90 درهم من الخنجر العريضه ماشي دوك اللي كتكون كتبك فيها الدوبل اكس ال وكتلبس غير الميديوم ها انتم انا نجي لعندك واخا سي الزروالي شوفوا لي البنات دابا كاينين ثلاثه الموديلات تقريبا اربعه كاين واحد جوج ثلاثة وكاين هادي أربعة، أجيو معايا تشوفوا العدد اللي فيها كلها 90 درهم كلها حلي هذيك الزواقة عافاك هادي حلي هذيك الحمراء حتى هي ها شوفوا انتوما القفيطناش ديال 90 درهم البنات هادو حتى هما شوف هذا 90 درهم البنات بالحزام عاود حلو لهم سمير هذا ب 90 درهم البنات 90 درهم اليوم هذا القندوره اللي لابسه خوله هذوك السيال ها هو العدد اللي في القندوره ها انتم ها هي شوفوا العدد اللي كاين يلا هجوم كامله يقولوا شي يمشي وما لقيناش سارعوا راه واخا ما عرفت شحال تحط ديال الستوك راه ما تيبقاش تبارك الله حيت هذه هوسه كاينه واحد 400 حبه كيعطيك غير 500 دائما الكادوات هي الكادوات الجاليه اللي بغات تدي الكادوات هنايا حنايا اللي كنبغيو نعطيوهم حتى حنا كادو يديوه معاهم يتفكرونا ما كاين ما احسن من حاجه تقليديه وبلديه ما شاء الله جوج
جلابة إن شاء الله. شوفوا لي البنات حتى هي فيها السولد، وجلابة اللي خديته ب 450 اليوم في السولد غتبقى لكم 250 درهم. شوفوا لي البنات هذه مخدومة لون في اللون، حاجة طوب وبلوغ لي البنات باليد ماشي بالماكينة. خيب دو سوا بروميير شوا كتجي مخدومة في ليمون حتى هي. هادي الكاترفيل مدكوكة، شتوها هادي الكاترفيل هانتوما نقرب ليكم، كتكون كاترفيل مدكوكة. شوفوا تبارك الله حتى الفصالة ديالها كيفاش جات واللوينات. يعني اللي كيدينا كل شيء شي على شي. شوفوا الزواقات، شوفوا هذه حتى هي ولغلي باليد البنات هادو. شوفوا هنا هانتوما هذه مخدومه حتى هي بالدبانه. هانتوما انا كنقرب لكم باش تشوفوا حتى لا فينيسو ديال الجلابه اللي غادي تلبسوا حتى ب 250 درهم. شوفوا لغلي يعني جلابه نقيه لا فينيسو زوين. كاينه المطروزه، كاينه المطروزه، كاينه مخدومه بالكاترفيل، اييه كاين هذه اللي بالسبات. شوفوا لي كيف جات هي بالاخضر، هذه اللي هز المسلك. عطيني داك اللي بحال دايره بحال الراندا، هادو كلهم 200. هادي واعره البنات 200 البنات. شوف عرفتوا هذه شحال كنا بعنا 450 كنعقل، هادي راها بالراندا البنات كتبقى اليوم 250 درهم. هادي حتى هي بالطرز كتبقى 250، هادي حتى هي كتبقى 250، يعني بياس مخلط كيبقى ب 250 درهم ان شاء الله. دابا كريب دو سوا البروميير شوا والزواق مختلفين 250 درهم فقط حسن عطيك. كريب دو سوا البروميير يعني هادي سلعه مخلطه، موديلات بالكاترفيل، كاين بالكاترفيل والتنبات كذلك. شوفوا 250 درهم اختي عطيك 250 درهم من ال حتى ال 3 اكس ال. ها العدد اختي عطيك اللي كاين فيه، شوف كاين العدد والزواق مختلفين خلطه جات السلعه كاينه كاينه واحد 300 حبه ديسبونيبل عندنا في المحلات. الله يسخر البنات. الصدمه الكبيره هي في التكشيطه ديال 1200 درهم وبلا طخين. عرفتوا شحال غتاخذوها اليوم؟ ما يمكنش ثمن الكره باش غادي تاخذي التكشيطه ديال 1200 1300 عند الزروالي، مع ان بلايص اخرين كتوصل حتى ل 2000 درهم. غتاخذوها اليوم ب 700 درهم 14000 ريال البنات. ومني تنديروا هذا السولد ديال هذا الثمن هذه التكشيطه هذه راه ما يمكنش لا لا شوفوا شوفوا لي الخدمه. شوفوا التصوير ما عطاش حقها، ها نتوما التصوير ما عطاش حقها. شوفوا الحجر كيفاش كيلمع، هادشي اللي كنبغي نوصل لكم، نتمنى يكون تيبان لكم. شوفوا لي اييه والخدمه هنايا كلشي بالخير. وريهم حتى داك الحرف من هنا، ما كاينش حس الكولا. شوفوا الحرف من هنا كيفاش مخدوم، قلب هكا. شوفوا لي من هنايا التكشيطه ما شاء الله كلها مخدومه. لطيفه اللبسه ديال 1200 درهم قطان الزروالي 700 درهم كتاف. هذه حاجه لطيفه اللي فيها البرومو، فيها واحد 120 لبسه تبارك الله كتاف. حتى الناس اللي تيديروا الكرا اعطيني هذاك لاطخين زعما باش يشوفوا الطرزه اللي في الظهر. ها هي شوف بالنسبه حتى للناس اللي تدير الكرا تستافد من هاد الاثمنه. الناس اللي كدير الكرا راه حلات ليا كاع واعره التكشيطه بثمن خيالي البنات. شوفوا شوفوا ما شاء الله وغنحلو يعني ماشي كلشي يركز على اللي لابسه خوله. دابا اللي لابسه خوله رشمه، هذه رشمه اخرى، ها هي شوفوا شوفوا هذيك ديال الموف، شوفوا هذا الاورانج هذه. شوفوا تبارك الله راه كاينه بلاتي بلاتي، كاينه اللي بالكاتخفيل وكاينه اللي بالطرز. هذه بالطرز قشعتها، هذه اللي بالطرز ما شاء الله فيهم حتى هادو اللي بالطرز البنات، شي حاجه واعره. شوفوا رشيمات مختلفين البنات، جيو قلبوا ماشي كلكم تركزوا على اللي لابسه خوله، يعني سلعه مخلطه زواقات مخلطين. عزيز باقي كيجبد باقي كيجبد في السلعه ما شاء الله. ها نتوما عرفتوا شنو هي 700 درهم؟ كنعقل واحد المره درنا 700 درهم للتكشيطه، واو الفيديو وصل مليون، دابا راه وصل شي 10 ولا ما عرفت 5 المليون اللي واصل. شوفوا 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 تبارك الله لوحه فنيه. الثمن 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 راه ما يمكنش 14000 ريال تكشيطه تكشيطه. شي حاجه ما دايرهاش كيبرع عليا الزبائن ديالنا كاملين، ومرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه لهذا الفيديو هذا درناه سبيسيال للناس اللي جاو عندنا من الخارج، مرحبا بكم راه جاو عندنا وشكرونا بزاف بزاف على الفيديوهات اللي كنديروها اختي لطيفه.
وكنقول لكم مرحبا بكم شهر 8 دوزوا معنا في القفطان ما شاء الله. ضروري خصهم ياخذوا قفيطنات وتكاشط باش هما في المناسبات تما وفي الاعياد كيبغيو يلبسوا البلدي وغيلبسوه بثمن زوين. عرفتي تدي معك تكشيطه اختي ب 700 درهم ولا جي اختي تدي معك واحد سته وبيعوهم تما. عرفتي شحال كتباع التكشيطه المغربيه برا وثمن خيالي ما يمكنش. ما يمكنش شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يسخر لهم وبصحتكم وختام وهميتك مع هذا ال نديروا لا فيديو ما كنسخوش بك صراحه انا ما كنسخاش بكم والله كاين صراحه الفيديو كياخذ منا شي شتي الوقت خصهم يعرفوا الكواليس مع سامير المشاغب. مرحبا بكم مرحبا وكنقول لكم زوروا المحل عندنا مرحبا بكم راه كاين بزاف ديال لي موديل ميتشاف والفيديو جاي ان شاء الله شي حاجه كلاس عاوتاني ان شاء الله راني لمحت ليهم يعني راه جات التكشيطات الدوبلور اللي دايره دابا الطوندونس راه غادي تكون ان شاء الله كاين حتى القفيطنات شوف كاين لطيفه كاين اسئله لطيفه هي السلعه اللي ما هذه اللي مخزونه اللي غنلبسوها السيمانه الجايه ان شاء الله ان شاء الله لا كتاب وبقينا في الحياه ان شاء الله هي هذه السلعه اللي غنلبسوها ان شاء الله ان شاء الله هذه كامله هذه السلعه هذه كلها ان شاء الله حتى المباراة اللي جا راه كاينه والناس اللي غادي يرجعوا الناس اللي جاوا لكازا وغادي يمشيو ويجيو راه يجبدوا لكم الجديد ان شاء الله. المباراة اللي جا راه كاينه اختي لطيفه هكاك مبغيناش نخلطوا الاثمنه مبغيناش نخلطوا خلي لي مفاجاه السي العربي كاينه المباراة اللي جا غادي تكون ان شاء الله حتى هي بقوه كاينه حتى واحد التكشيطه تما بانت لي حتى هي اللي ورا خوله حتى هي غزاله خوله عيات كتقول امتى تقطع لطيفه شوفوا لي هنا عرفتوا هاد الشيء عاوتاني ما شاء الله شوفوا الخدمه هنا شفت الشيء عاوتاني شيء جديد هاد الشيء دائما قطعن زروالي كيكرو فيه ما شاء الله شي حاجه شوفوا الابتكارات والجديد اللي غنكتشفوا دائما ان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله يلا بسلام عليكم في امان الله وشكرا ليكيب كامله اللي جنود الخفاء حيت اللي كيطوي وحليمه عزيز الدراري كاملين لان كيبان لكم الفيديو قصير ودغيا كيدوز راه كيكون في واحد الوقت ديال التصوير بين كنجبدوا السلعه الدراري كيطوي وكيجبدوا ولكن ماشي خساره في وجه المتابعين ونقول لكم بسلام عليكم ان شاء الله في امان الله لحنا ديما الفيديوهات ديالنا فيهم الطاقه معاكم الله يسخر ويجيب التيسير اصلا كنفرحوا اختي هذا باش المتابعين ديالنا يلبسوا شي حاجه من عند قطان زوار اي والله يجيب التيسير سلامه بالنسبه للعلوان البنات هذا هي قصاريه ديال الحفاري هنا كاينين موالين الذهبيه سولوا غير على موالين الذهبيه فين كاينين مدرسه انقره هي هذه شفتوا هذه هي مدرسه انقره هنا كيكونوا موالين الحرير واللي كيبيعوا التواب بحال هكا وبلاصه معروفه بموالين الحرير ياك باش ما شدوش الناس قصاريه الحميديه هانتوما هانتوما ها اللوغو ديال قفطان الزروالي هو هذا حيت بدلناه هانتوما ها المدخل القصاريه الباب مدخل رقم 8 والدروج اللي غنطلعوا ليهم باش نلقاو ديبو ان شاء الله هانتوما غير كتطلعوا مع يعني باب القصاريه مع كاينين الناس ما بغيتش نسد لكم باب القصاريه مدخل 8 وهانتوما الدخله اللي كتطلعنا للديبو الفوق هانتوما غير كتطلعوا كيبان لكم ها هو اللوغو ديال قفطان الزروالي اسمح لي هانتوما ها اللوغو غنطلع مع الدروج غير غادي نطلع غادي نرقى هانتوما ها المحل شفتو ها هو باللوغو ديال ها هو قفطان الزروالي هنا فين كاين الديبو بالنسبه للناس اللي بغات القصاريه راه المحل 199 ومرحبا بكم ومرحبا بكم